أعزائي المتابعين أينما كنتم، متيم وابن أمين الدين من استقلي الألثمي الصناعي من هذا الفيديو الجديد اللي من خلاله. أوكي، هذا الفيديو بصراحة يعني it's not gonna be your best choice، يعني إذا أنت قاعد تاكل لا تشغل هذا الفيديو نهائيا. إذا أنت مو قاعد تاكل ومن الناس اللي يسوي كذا لا تشغل هذا الفيديو نهائيا. إذا تبغى تسوي دقة في الناس ارسل لهم خلهم يشوفون الفيديو. زبدة في فيديونا لهذا اليوم، كلنا نعرف أن كل دولة أو حتى ممكن كل كالتشر في العالم عنده طابع معين في الأكل، مطابخ معينة، وهذه المطابخ عندها أشياء تكون إكستريم. مثلا في عندنا في الخليج عندنا الكراعين اللي هم المقادم، رجول الخروف. في مثلا لما تروح الى لبنان راح تلاحظ بانهم ياكلون السودة النية او اللي هي الكبدة النية. في بعض الناس بتاكل اللوب النية اللي هي قلب الخروف يكون ني. كل دولة راح تروح لها راح تشوف بان في اشياء ممكن ناس من دول ثانية تقول اوه انا كيف اكلها. ولكن عندنا لست لعشرة اشياء لهذا اليوم. هذه العشرة اشياء ممكن تقول ان مجمع الناس يقولون بان هذه الاشياء احنا ما نقدر ناكلها، وان ايضا الناس بالإجماع ممكن ترفض فكرة أن هذه الأشياء تكون موجودة في أي مطبخ لأنها مقززة بشكل لا يوصف. فلذلك خروح للمركز العاشر وعطنا لك سبسكرايب وشير إذا ودك في جزء ثاني. في المركز العاشر عندنا من الولايات المتحدة الأمريكية وجبة اسمها Warm Pretzel. كلنا نعرف البريتزل أو البسكوت اللي يكون مالح، يكون أعواد، يكون مسوي بطريقة معينة. ولكن في أمريكا في سناك أنا كنت أعرفه وبصراحة أكلته اللي هو الورمز أو الديدان. هذا السناك مشهور جدا في أمريكا، ولكن هنا قرروا بأنهم يخلطون الديدان هذه مع البسكوت هذا عشان يعطونا الوجبة هذه. وهذه الوجبة هي عبارة عن أو كيف خلينا نقول يسوونها، بأنهم يجيبون dehydrated worms أو ديدان مجففة، ويجيبون بريتزلز يطحنونهم مع بعض ويسوونها بشكل يشبه الدودة فأنت تأكلها. ومعروف الديدان هذه اللي هي الورمز العادية بأن فيها نسبة بروتين عالية، فلذلك هذا يعتبر سناك وأيضا فيه بروتين. هل أنت راح تأكله ولا لا؟ فنروح المركز التاسع. اللي بعده في المركز التاسع عندنا كازو مارزو أو ماجو تشيز، وهذه راح أقولها أشهر وجبة، لأن لما أقول لكم ماجو تشيز أو الجبن الإيطالي في ناس كثيرة راح تعرف هذا النوع من الجبن، لأنه بصراحة يعتبر ديلكسي في إيطاليا، من الأكلات الراقية هالكذا اللي موجودة في إيطاليا بحكم أن هدول يحبون الجبن بشكل مو طبيعي. وهذا الشيء معروف بأن the grossest cheese أو الجبن الأقرف اللي ممكن تأكله في حياتك كلها، وهو مصنوع من نوع جبن اسمه the pecorino. وكيفية صنع هذا الجبن هو أنهم يجيبون هذا النوع من الجبن يكون على شكل ويل أو عجلة، يشيلونه من فوق ويخلونه، ما راح أقول يتخمر كثر ما أن الديدان والبكتيريا تبغى تبدأ والعفن يبدأ يتكاثر فيه. فكل ما صار العفن أكثر في هذا الجبن كل ما صار أفخم، كل ما حبته الناس أكثر. وفي أنواع منه اللي تكون إكستريم أو تكون جداً قوية الناس تاكلها، وهي تاكلها حرفياً ديدان تبدأ تطيح من ديدان تبدأ تطيح من الجبن. ويقولك دائماً غمض عيونك عشان الديدان هذه لا تقفز وتروح إلى عيونك وإنت تاكل هذا النوع من الجبن. فهل تشوف نفسك وحش كفاية إلى أنك تأكل هذا النوع من الجبن؟ أنا عن نفسي لا. خروح مركز ثامن. في المركز الثامن عندنا شيء اسمها كارل. الشيء هذا هو عبارة عن decomposed shark carnis. هذه الوجبة مشهورة في آيسلند، وهي عبارة عن لحم سمك القرش يشيلونه. طبعا سمك القرش الموجود في دولة آيسلند معروف بأنه أو بأن اللحم حقه يعتبر جدا سام، لأن اللحم حقه يحتوي على يوريك أسيد أو حمض اليوريك. فلذلك يضطرون أنهم يدفنون هذا اللحم من 6 إلى 12 أسبوع، وبعد ما يدفنوه بعد ما يقولوا أنهم يتخلصوا من السم هذا أو الأحماض اللي موجودة فيه، يأخذون اللحم ويعلقونه لعدة أشهر عشان اللحم يكون ناشف. ولكن كل الناس اللي جربت وأنا شفت دوكيومنتريز كثيرة عنه قالوا بأن اللحم ما زال ريحته تشبه وانتو بكرامة ريحة البول، بحكم أنه في يوريك أسيد، وبحكم بأن معلق لفترات طويلة، وبأن مجفف، وبأن نكهة جدا قوية، بأنك ما راح تقدر تاكل أكثر من قطعة واحدة في اليوم. فهل تشوف نفسك تقدر تاكل هذا الشيء؟ روح للسابع. في المركز السابع عندنا وجبة اسمها جاباشي سيمبي، وهذه وجبة يابانية ومعناها ثواسب
كوكيز، وهذا عبارة عن كوكيز ممكن تشوفها اللي هو أو خلينا نقول رايس سناك أو رايس كيك اللي يأكلوا اليابانيين ويحبوه جدا. ولكن هذا فيه إضافة بسيطة جدا اللي هي يحطون فيه دبابير، كلنا نعرف الدبابير أو الدبور اللي هو زي النحلة بس مرة سيء. هم الجماعة هنا في اليابان اللهم صلي على النبي يعني يأخذون الرايس كراكر أو بسكوت الأرز ويجففون معه دبور ويحطونه معه ويعطونك يا تأكله في شوارع طوكيو، تقدر تشتري وتأكله كسناك. أنا ما أدري البريتزلز العادي والفلافل وش مقصرين، عشان إن أنا عن نفسي يعني أكل شيء مثل هذا. خلنا نروح للي بعده. بعدها نجي إلى سناك مشهور جدا. هذا السناك مشهور ومفيد أيضا لأن فيه فوليك أسيد، زنك وبروتين. السناك عبارة عن، أو خليني بقول اسمه بالإنجليزي في البداية، اسمه فرايد تورانشلا. الفرايد تورانشلا كلنا نعرفها اللي هي فرايد معناها مقلي، وتورانشلا معناها أحد أكبر فصائل العناكب في حجم الجسم والرجائل. في دولة كمبوديا أنت ممكن تشتري واحد من أرخص السناكات اللي موجودة في الشارع اللي هو التورانشلا، الرانشلا المقلية. تقدر تروح هناك وتأخذها من عند أي واحد يبيعها في الشارع. خلينا نكون صريحين بأن الأشياء هذه بشكل عام مليانة بروتين، ولكن ما أتوقع بأنها السورس أو المصدر الوحيد للبروتين اللي أنا عن نفسي أفضل أني أخذ منه بروتين. فيا خروح المركز الخامس. في المركز الخامس نجي إلى دولة الفيتنام، وهي دولة مشهورة جدا بعدة أشياء. واحد منها إن عندهم نسبة أفاعي كوبرا كثيرة جدا، فلذلك لما تروح إلى ستريت فود في دولة الفيتنام راح تلاحظ بأن يوجد وجبات كثيرة جدا مصنوعة من الكوبرا. والناس اللي ما تعرف الكوبرا هي واحدة مو من أكثر الأفاعي سمية، ولكن السم حقها يعتبر سم خطير جدا. وفي نفس الوقت لما تروح في فيتنام في شيء اسمه كوبرا هارت أو قلب الكوبرا. أنت ممكن تأخذ قلب الكوبرا الحقيقي، راح يحطوه لك مع الساكي أو خلينا نقول اللي هو نبيذ الأرز مع دم الكوبرا في كاس وتشربه كشيء يعني. يعني كنت تقدر تخليها يعني إذا بتخربها مرة واحدة مو لازم تحط لي قلب. شوف الصور يعني الصور موجود يعني، والكاس يكون شفاف عشان تشوفه كذا وهو يعدي في حلقك وانت تبلعه. يا أنا يعني طبعاً هو لو ما كان معاه أشياء حرام مثل نبيذ الأرز كنت راح أشربه طبيعي، ولكن للأسف معه هذا فما راح أقدر أشربه. خروح للرابع. أنا أقول خروح للرابع. في المركز الرابع عندنا شيء أنا عن نفسي جربته وإن شاء الله نقدر نحط لكم مقطع بسيط منه تشوفوه، اللي هو وجبة اسمها بيدان أو روتن إيج أو البيض الخايس. وهذه وجبة مشهورة جدا في الصين. طريقة صناعتها إنهم يحطون البيض ني في ملح وآشز اللي هو الطفو أو الرماد، لما يحطوهم معه يخلون البيض في الآشز هذه لمدة 100 يوم. بعدها راح يتغير لون البيض تماما من اللون العادي للبيض اللي هو هذا، وراح يصير شكله كذا. الحين بحط لكم مقطع وانا احاول اكل الوجبة هذه، لاني بصراحة حاولت اكلها في قناة شخبار. هذا هو شكله من داخل، مرة مقرف الفيديو I know، بس عن هذه الوجبة تعتبر دلكيسي في الصين وناس كثيرة تحب تأكلها. أنا بصراحة يوم أكلتها كان طعمها، خلنا أكون معاكم صريح، ما كان سيء. كان بصراحة في حلاوة، خصوصا اليوك أو الصفار البيض اللي نهائيا ما كان لونه أصفر. كان طعمه لذيذ، كان طعمه باتري أو طعمه صير فيه زي الزبدة كذا، بس البياض نفسه تحول لونه إلى أسود، ولكن في نفس الوقت كان ترانسبلانت أو شفاف، والتكستشر ماله أو تركيبة صارت كأنها مطاط. فبصراحة الشكل كان مخيف أكثر من الطعم، لدرجة أني أول ما أكلتها حسيت أنه it's delicious it's good، يعني ما هي بالسوء اللي توقعته. فبصراحة أنا أشوفها كشكل تستاهل المركز الرابع، ولكن كطعم إذا تبغى تجربها راح تقدر تأكلها. yeah. راح تقدر تاكلها بصراحه. نروح المركز الثالث. في المركز الثالث هذا بصراحه بالنسبه لي من اكثر الاشياء اللي خوفتني، وهي في دوله تايلاند، واسم هذه الوجبه بات سوب او شوربه الخفاش.
فجورة خفاش هذه يطبخ الخفاش مع أنواع كثيرة من الخضار مثل ما هو مكتوب هنا، يعني ثوم، بصل، فلفل، وبيرة. أنا ما أدري ليش حاطين البيرة، يعني بتوقع عشان تشيل طعم الخفاش. ولكن المشكلة الموجودة هنا هو نوع الخفاش اللي يستخدموه، هو اسمه The Fruit Bat أو خفاش الفواكه، ولكن اسمه أيضا The Vampire Bat أو الخفاش مصاص الدماء، وهو يعتبر واحد من أخطر أنواع الخفافيش لأنه يكون فيها أمراض كثيرة بحكم أنها تتغذى على الدم وعلى الفواكه. أنا ما أدري الكومبونيشن هذا ليش، ولكن إياه. وفيك أيضا تشتريها يعني كذا في علبة كذا يعني تشرب عصارة الخفاش مع البصل والثوم والفلفل والبيرة. ما أشوف حل بصراحة أني يعني أقرب لهذا الشيء، خصوصا بعد 2020 و2021 و2022. يعني معنا بدأتون بداية 22، بس أنا يعني مع بداية 22 بدأنا نرجع إلى 2020، يعني أحس كذا نفس الأشياء. فما أحس بأن هذا الشيء صراحة يستاهل أن يكون أقل من المركز الثالث. يعني هذا بنفسي بصراحة كنت أبغى أحط المركز الأول، ولكن المركزين اللي قدامنا and oh my god you don't want to miss. وإذا عجبك المقطع وتبغى فيديوهات قوية مقرفة مثل هذه، يعني أعطنا لايك، خلونا نوصل 20,000 لايك. Thank you. Thank you. أوكي، في المركز الثاني and oh my god هذه وجبة مشهورة جدا في الصين، وفي ناس حسبت يوم أني أكلت البيتان أو البايدان حسبت بأني أكلت هذه الوجبة. هذه الوجبة مشهورة جدا في الصين واسمها Virgin Boy Eggs أو بيض الولد الأعذر. اسمها مرة يعني شبهة، ولكن الاسم ما هو بشبه اللي انتم متوقعينها. ماخوذ اسم فيرجن بوي من صغر عمر الاطفال، اوكي، الاولاد اللي راح يعني. طيب راح اقول لكم وش المكونات، فلذلك نصيحه مني اذا انت يعني تتقرف هذا ممكن يكون اسوأ شيء قريته في حياتك. المكونات هم عباره عن شيئين، بيض، وانتم بكرامة بول طفل عمرها 10 سنوات او اقل. طيب يعني مفضل انه يكون 10 سنوات او اقل. ويأخذ البيض هذا ويوضع في اليورين وانتم بكرامة او البول، ويطبخ فيه لعدة ساعات الين ما القشر حق البيض نفسه ينفتح ويدخل السائل اللي قاعد يطبخ فيه داخل البيض. اوكي، المشكلة مو هنا، المشكلة ان هذه الوجبة جدا مشهورة وتباع في كل مكان في الصين. تقدر تاخذها من الشوارع، من الفندرز، الناس اللي يبيعوها في الشارع، تقدر تاخذها من بقالات، تقدر تاخذها من الاشياء هذه. ان او ماي جاد، ما ادري ليش في ناس، طبعا جيت حاولت اني اقرا هنا وش السبب اللي يخليهم ياخذوها، ولكن اي دونت نو، يعني ما اعرف ليش. ولكن ممكن تسال نفسك، طيب يعني البيض في سائل معه شلون يجمعونه؟ في ناس وظيفتهم الوحيدة انهم يدورون على المدارس يروحون لحمامات الأولاد ويجمعون هذا الشيء. أنا ما أدري ليش. الله يسامحك اللي قلت لي يسوي هذه الفكرة. الله يسامح اسماعيل اللي قال لي. لا إيهاب، اكتب له يعني كذا رسالة الله يسامحك، لأن أنت تلقى تعدل الفيديو. خروح المركز الأول واللي بالنسبة لي إذا إلى الآن أنت تشوف نفسك ما قدرت تشوف المراكز هذه، فالمركز الأول سيكون الأسوأ بكل المراحل، وما أدري أساساً هل راح أقدر أحط صور لها أو لا. في المركز الأول عندنا وجبة اسمها بالوت. هذه الوجبة الشخص اللي اشترالي يوم اشترالي البايدان كان حسبها البالوت، وبعدين استغرب انها موهي. البالوت هي وجبة مشهورة جدا في دولة الفلبين. الوجبة هذه هي، راح اقول لكم اول وش فوائدها. الناس ياكلوها في الفلبين لانهم يقولون بانها تمدهم بالبروتين وبانها تجعلهم رجال اكثر. انتوا عاد فهموها. الوجبة هذه هي عبارة عن بيض. طيب بتقولون بيض، ولكنها اسوأ بمليون مرة من المركز اللي قبل. ليش وشلون؟ لان هذه الوجبة هي عبارة عن fertilized egg او بيضة ملقحة. الناس اللي ما تعرف بان الدجاج تبيض كل يوم، ولكن البيض اللي تبيض مو دائما يكون ملقح لانه ما يكون في ديك، ولكن اذا كانت ملقحة البيضة هذه ما راح تقدر تاكلها لانه راح يكون فيها دم. هذا يوم واحد، يوم اثنين وثلاثة واربعة هنا تبدأ تتكون اللي هي الاحشاء، وبعدين تبدأ تتكون العظام، وتبدأ تتكون المنقار والاشياء هذه. فلذلك البيضة هذه راح تكون mostly بيضة بط ملقحة، فلذلك البيضة راح يكون فيها جنين كامل، رجولة، عيون، منقار، وبعض الأحيان يكون في أيضا شوية ريش، راح يكون في أحشاء كاملة، وفي نفس الوقت راح يكون في البياض اللي حول اللي هو أساسا يتغذى عليه طول ما هو في فترة الحضانة في البيضة.
هذه الوجبة مشهورة جدا بأنهم يأخذون البيضة هذه مثل ما هي ويفتحونها نية. طريقة أكلها شلون؟ بأنهم يخبقون خبق، يمصون السائل اللي موجود، وبعدها بتحول البيضة كذا شوية زيادة وبصونها كاملة ويقرمشون كل شيء موجود كعظام ومنقار وهذه الأشياء. And oh my god، عمر أمك لا صرت رجال إذا هذه الوجبة اللي بتاكلها عشان تصير رجال. سيريسلي، مين عند القلب إنه ياكل وجبة مثل هذه؟ في وجبات مشابهة لها في دول ثانية، ولكن هذه بالنسبة لي هي الأسوأ. هل تتفق معانا بأن العشر وجبات اللي عرضناها لهذا اليوم تعتبر أسوأ عشر وجبات ممكن تمر على أي إنسان في هذه الدنيا؟ وإذا عندك شيء أنت تشوف بأن أسوأ من الأشياء هذه حطه لي في الكومنتات، وإن شاء الله راح يكون في جزء ثاني. إذا شفنا الناس قلبها قوي وتقدر تشوف هذا الفيديو، تبي تشوف فيديو ثاني، هذا اللي كان عندنا إلى اليوم. لا تنسون اللايك سبسكرايب وشير، وانتظرونا في الفيديو الجاي قريبا جدا جدا. نتيم ابن أبي نديم من الصقلية الألثمية الصناعي، سلام. سبسكرايب يا نور العين، سبسكرايب ولك ريالين، سبسكرايب لعيون متيم، سبسكرايب ونبي المليونين.